جيبوا فرجاني مليح هذا. بط 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 شو لا بط صغيبه القصقص واحد شويه الله يحن عليك القصه واحد شويه انا معاك السلام عليكم اللي دخل يبارطاجي بعدا عنده باش نستقبلوا اللاعب والقائد ديالنا ديوانا خويا حسين أوشلا بين ما يتجمعوا لي فيها خوتي وما يتجمعوا عدد المشاهدين غنعيطوا على السي حسين يلا نعطيكم واحد 5 دقائق قبل ما تجي الحبس ان شاء الله با حسين راك معانا ياك معانا با حسين بعدا هو حسين غادي يهضر معكم اليوم باش يوضح لكم فهمتي يوضح لكم الاحساس ديال داك اللي كنقولوا داك الشعور ديال اللاعب في وسط التيران والجمهور موراه فهمتي خوجي انا وحسن فين فين اخي جبير انا انا لا ما زدت خاطري بلاتي قطلت الكاميرا ورايي لا صاحبي راه شي وين لا صاحبي داك الشيء تتعيد شنو هاد الشيء دار انت ايوب ويلي ضربوا الفرس في الطاو دار انت ايوب كده بقول الحوم با حسين با حسين معانا ولا ما معناش الدراري بارطاجيو 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 عندكم شو معانا ب 10 باش كاع الدراري العسكريين يشوفوا ويسمعوا انا ايش عم نسكتين انت سيمو انا واجد انا راه تنقول لكم 24 ساعه 24 ساعه لا لا خويا وانا مشي مع الفانيه فان وطن عندنا معايا تنطلبوا حتى من الصحاب حتى من الصباح هاد العسكري اخوتي فهمتي بارطاجيو شويه واش فهمني تعاونوا مع الجروب حتى هما يكونوا قلوب الصافيه باش يبقاو يبقوا عندنا فهمتي لا راه تتواضعوا الرجال راه ماشي تنتكبروا عليكم ولا فهمتي عيشوا معنا جميله وطيبه وسهله خلينا من داكشي ديال التعنصير داكشي وارد ما خدامش انا بغينا رضوان ولا غير رضوان ان شاء الله لا لا ما كاين داكشي عيد مبارك سعيد خويا حسين واش معانا ولا ما معناش نمشيو للتيران ان شاء الله سي وغنربحوا العرش الدراري الا كنتو في البلونه حيدو منا انا بلا رجول اهلي توحشتك هذا الو انا دخل صيفط لك كنتسناك اخي حسين ادخل الفيسبوك دخل وصفت لك انفيتاسيون انت كوموندي دير شي كوموندير انا صافي انا نحاشو انا عليك لحظتك هو عمي يا حليشة هو حسين اللي لاهي تعز غير حسين بارك الله عليك حسين شوف اخو شي اللي بالكم حسين هنا مليت اخو انا صايبه كبير في راسنا عينات كلها متاشره
الصفحه ديال الزعيم والصفحه ديال كرباتشي وديال كرباتشي وكاع كاع كاع الصفحات. انت اخويا حسين مزيان بيتك راه زاهية وراه شاخ تحية با حسين وبا حسين احنا خويا حسين لا الله يحفظك كيداير اخي حسين مينا مزيان كلشي مزيان الحمد لله عطيتينا خويا وتواضعتي معنا والحمد لله هادشي راه ماشي عادي راه دايرها ميزه فيك اخويا حسين راه من زمان وانت هكا فهمتي لا هذا واجب هذا واجب اخير تواس واجب اخويا حسين راه كتشوف كيف هذا واجب اخي حسين الله يحفظك الله يحفظك تسمعني بعدا مزيان بس كنسمعك مزيان رضوان الدراري كتسمعونا مزيان نتوما كاملين طابي واحد اخوتي اللي كتسمعونا باش حسين ملي كان تيهضر سي حسين الا كان غيهضر ما بغاش يهضر في الفيديو يهضر في الفراغ غيهضر وتسمعوا ليه وتمشي ليه وتستافدوا المهم اخوان كيف ما شفتوا الدراري ديال الدراري المجموعه ديال الانتراس ديال الفريق ديالنا ديال الجيش الملكي الترا عتكيري وبلاك ارمي يعني كنقولوا كورفاتشي داروا واحد العمل ماشي جبار في هاد 15 دوره واخا المشاكل واخا شحال من حاجه ولكن بقاو توجور في ديال التشجيعات ديالهم وشحال وش الحوايج وفي العمل ديالهم لا داخل الملعب ولا خارج الملعب يعني نجي نقولوا لفري الترا حنا لفري الترا ولكن في نفس الوقت كاينين لفري جوار لفري جوار منهم با حسين اللي معروف بالديوانه ياك اخي حسين واش غادي نقول لك اللي كيدوز وقيتو اهم شيء فيها هي ملي كيسالي علاش ملي كتكون كتلعب بارفوا ما كتكونش عارف شنو كدير ولا عارف القيمه ديال داكشي ما كتعرف قيمته حتى تسالي دابا بنادم ما كيعرف بانه دار ان بون كارير او خا كتكون واحد الوقيته لعبتي وكاين لا بيرفورمانس كاين العطاء كاين وكاين وكاين ولكن راه في الاخر ملي كتسالي المشوار الكروي ديالك عاد تتبان لك هذاك حيت كاين اللي كيسالي المشوار الكروي ديالو وكيتنسى عدد كبير من اللعابه دازو في الجيش نساو ولكن كاين اللي كيكون سالى الكارير ديالو كيبقى ديما في الذاكره ديال الجمهور المحبين وديال الناس راه داك هادوما الحويجات اللي ما كيتشراوش بالفلوس ما عندهمش ثمن حب الناس ما عندوش ثمن والحمد لله بقات العلاقه مزيانه مع الناس وبقى الصيد ديما الدراري بارك المحبين باش كلشي يستافد سمح لنا اخي حسين لا ماشي مشكل كملنا شوف رضوان اخويا رضوان اسمعني نخليو عباد الله ما حنا نخليو عباد الله تهضر عادي اللي عنده شي سؤال بغي يسولو اي حاجه ما عندناش المشكل غير هو حاجه وحده ما نقيسوش الناس نحترموا الناس فهمتيني اش بغيت نوصل لك ما نقيسوش عباد الله حنا خصنا غير نحاولوا ما امكن باش نديروا واحد الوقيت ناقشوا في مواضيع كتخص فرقتنا بوان علينا هذا هو المهم عندنا المهم اخوان كما وحسين راه التواضع من زمان وماشي عاد من واحد من اللعابه اللي عطاو الفريق الجيش وما خلاوش ماشي كيف شي لعابه اللي ينكروا الجميل ديال فريق الجيش وما داو معاه حتى كاس الماء فهمتي ولكن واش سي حسين فريق اللي صنعوا الفريق اللاعب اللي صنعوا فريق الجيش واللي ما نساش خيره اللي تنقولوا حتى هو توجور في ديال قال لكم اللي عنده شي سؤال يطرحوا عليه هو مستعد ولكن كيف قال ما نقيسوش الناس يعني بالعربي تاع راه باش نشرحها بالدارجه شي حاجه اللي نتفهموا ولا نصبوا ولا نخسروا هضره عباد الله ولا يعني داكشي نحيدوا شي حاجه المعقول غدا بغيتي تسولوا حسين كلاعب وسط التيران وحنا كجمهور يعني انا نبدا لكم واحد السؤال خويا حسين وانت نتمنى كلشي يبقى غادي معايا في هذه الصيغه علاش باش
حيت عندنا غدا ماتش، درنا هاد اللايف باش نستافدوا وباش نحاولوا نخرجوا داك النتيجه ونفوز في الملعب على ود 3 بوان ان شاء الله غادي نرجعوا. متفقين با حسين؟ مرحبا ان شاء الله. انا اخي حسين عندي سؤال واحد غنسولك وخلي عباد كاملين اخواني يسولوك. انا بغيت نعرف فاش تكون انت لاعب ماتش كبير وعارف بانك خصك تجيب 3 بوان وموراك جمهور كبير عنده اغاني ديالو ولا عنده مثلا طريقه ديال التشجيع ديالو، انت كلاعب بحكم ديك المباريات اللي جريتيهم مع فريق الجيش، بحكم انك عينتي حتى الجمهور في الديبلاسمون ولا في الرباط ولا خارج مدينه الرباط، شنو الطريقه اللي كتعجبكم نتوما كلاعب وكتحمسكم داخل الملعب؟ واش الغناء عادي؟ واش الصفار؟ واش الغوات؟ انا نقول لك بعدا. اول حاجه الماتشات اللي كانوا كيكونوا كبار في البطوله الرجاء وداد كنتي كتلعب معاهم، ولا لي ماتش ديال كوب دافريك ولا فينال، ولا ما عمرك كنتي كتسنى شي حاجه غتحفزك، لانه اصلا داك الماتش هو تحفيز بحد ذاته. تقدر تلعب مع الرجاء تبغي تموت باش تربح بزيرو درهم، تاخذ حتى ريال، غير المهم تربح. تلعب مع الوداد خصك تربح، ماشي داك الموتيفاسيون ديال انه نقلبو خص تكون البريم ولا نديرو ليك باش تلعب، لا، تحفيز بوحدو هذاك الماتش هو اصلا تحفيز. من جهه ديال الجمهور، باش نحس انا ونتلذذ داك التشجيع ديالكم والاغاني ولا غير الحضور ديالكم، خصني نكون داير الدور ديالي سور تيران. هذا هو الاول، انا الاول خص الفرقه تكون سامارش، لاعبين مزيان، كاين ريزولتا، كاين بزاف ديال الحويجات. نقدروا نكونوا خاسرين وانتم كتشجعوا، كندور تتبانوا لي انتم كديروا الدور ديالكم وحنا ما دايرينش. انا في نظري ما نغلطوش حنا كلعابه وتغلطوا انتم كجمهور. لانه نقول لك علاش، لانه انتم في الجمهور كنتوا كتقدروا تعايرونا حنا كلعابه، ولكن حنا ما عمرنا كنا كنقدروا نعايروكم. واش فهمتيني يا رضوان؟ واش لا وهادي وانا نقدر نكون ما كنتش في نهاري، ولكن من حقك انك تعايرني. مثلا غتعايرني في المدرجات، علاش في المدرجات؟ لانه انت عندك داك لوتيكي ديالك ديال التيران تيسمح لك انك تقدر تقول اي حاجه. وملي كنقول لك هاد الهضره داخله شويه في لا ديسيبلين. حنا على ليبوك كانت لي فار مع كلشي كان ميليتير تقريبا، وداكشي كنا مربيين بالعربيه، كنا مربيين. هذا هو ما الجمهور الدور ديالو مع اللاعب عجيب وعجيب جدا. انا نقول لك، انا نعطيك واحد المباراه ربحنا بكم مع اف سي 105، كنا خاسرين في الكابون 2-0 ليها، حنا الدقيقه 85 باقي ما ماركينا حتى بيت، 85 الجمهور خرج من التيران وشا شاد الطريق غادي للقامره، كله فين غادي. ماركا الصمادي الكره الاولى، انا ما بقيتش ديفونسور وليت اتاكون حتى لي ديرنيير مينوت. واحد الكره دوزتها براسي الرموكي ضربها بالتيبيا ولا ما عباش ضربات ماركا جوج ربحنا بيلانتيات. برازي سد بيلانتي الله يرحمه مسكين، بيلانتي وصدقنا تكالي فينا. هاد الماتش اللي كان في التيران كيسمع بان راه لي فارس كاليفات، ما بغاش تثق، ما بغاش تدخل لدماغو. هاد الماتش هذا انا بالذات كنقول على انه الجمهور اللي ربحنا، الجمهور اللي خلينا نبقاو غاديين حتى لا ديرنيير مينوت. علاش؟ لانه ملي كدور واحد الوقيته واخا انت التيران ديك الساعه ما كان لا شهوب اصطناعيه لا حتى شي حاجه، الجران شعله فيه العافيه، التيران كله عافيه، جران ولا كرتونات شاعلين فيهم العافيه. عرفتي واحد الديكور انكرويابل، هذاك الماتش ما عمري ننساه في حياتي. هادو هما الحويجات اللي تنقول لك على انه الجمهور كيقدر يلعب في هذا الدور ديالو، كيبوسي فرقته فهمتوني. هو احسن اكزومبل غنعطيك اليوم على 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 قبل السؤال اللي سولتيني على الجمهور واش كنبغيو حنا
ملي كنا كنلعبوا واش كنبغيو يغوات ولا راه غير اول حاجه غير الحضور ديال الجمهور في حد ذاته تحفيز. كدور كيبان لك لي كرادان كلهم عامرين في حد ذاته تحفيز. اي صفار في حد ذاته تحفيز. الجمهور عنده قيمته، القيمه ديال الجمهور كيعرف اللاعب ملي كيكون تيران بيق عامر عامر، داك هو القيمه ديال الجمهور. مي دابا ولات الطرق جديده في الغناء الاناشيد، فزوين هادشي تقنن ولا تقنن ويجي داك لامور ديال واحد الفرقه دري صغير حافظ حافظ. انا ما كارهش نحفظ انا الاغاني ديال الجيش يكونوا دي عندي، يكونوا عندي كنسمعها ونردد. داخله في بزاف ديال الحويجات اللي هي بوزيتيف للفرقه. ودينا رضوان المهم اخي حسين شفت واحد شفت الاسئله بزاف اللي كاينين تكرار، ولكن شفت واحد جوج اسئله اللي مهمين فهمتي. قول لي كتب ليك واش تقدر اخي حسين تهبط غدا التيران تشجع اللعابه وسط التيران فهمتي. انا نفسر لك واحد القضيه اللي خصك تعرف. دابا انا جاتني الفكره من عندكم ومن عند بزاف ديال الناس على انه انا التيران ما بقيتش كنمشي ليه بزاف. علاش؟ انا نقول لك علاش. لانه متبع الدوزيام ديفيزيون مزيان، متبع حيت عندي واحد لوبجيكتيف كنديرو في ما عارفينوش الناس، كنديرو لراسي وما غنقدرش نقولو لك. علاش؟ حيت لا قلتو لك بحال غنضرب داك التماره ديالي كامله غنضربها في الزيرو. عندي واحد الخدمه كنديرها لراسي كيعرفها حتى واحد، ما عليناش. وداك الشيء كيخليني ندور في التيران بزاف. انا ما البارح على غدا ان شاء الله كان بروغرامي غنمشي نتفرج في وجده التماره مع الاتحاد الاسلامي الوجدي، ولكن مني طلبوا مني الاخوان باش نمشي انا الاول لبي الرب لبي الرغبه انا الاول. حيت انا نفس لك دابا ملي كيشوفوك الناس في التيران كله كيفاش كيأولها، ملي كيشوفوك في المنصه جالس كله كيفاش كيأولها. غير هو الناس ملي كتكون خدامه كتقول تسميه ونخلي الناس تخدم على خاطرها، ما ديرونش ما تقلق حتى شي حاجه، كتبغي كتقول الله يسهل الامور على كل شيء. مي لو كونتاكت ديالي مع الدراري ديما. انا اليوم القديو قال لك والو تجي عندي اللوطيل، تجي عندنا اللوطيل وتجلس معانا وشوفوك اللعابه وتهضر معاهم. ما نقدرش نمشي عند اللعابه اللوطيل. صافي دير شنو جو في ديباسي مي ليميت، الحدود ديالي غادي غنفوتهم. انا ما كنبغيش نفوت الحدود ديالي باش ما نكونش عالة على الناس. راه كيما واحد كل واحد كيفاش كيفهمها، ولكن انا راه حاشاك ماشي كلخ. انا شويه ذكي كنعرف راسي اش كندير، شنو خصو يدار شنو ما خصوش يدار. مادا بيا نهبط للتيران عند الدراري، ولكن بصيفتي شنو انا هبط انا بالذات عندها الصفه. حيت ملي غتهبط الصفه انا اصلا ما غنبغي حتى شي واحد يشوف فيا شي شوفه ناقصه. اول حاجه ما تبقاش تي شنو فهمتي، باش يقول لك حنا كنهضروا. قلت لك ما بقاش تقول بزاف تي شنو. علاش اخويا حسين؟ اول حاجه انت راه انسان شعبي، يعني ماشي شي واحد اللي متصنع. ثاني حاجه شوف اخويا حسين، كتامن بداك المثل ديال كل بلاكش على دارو. انت واحد الانسان اللي عطيتي الفريق مشيتي وكنتي مساهم اننا فهمتي اننا فرحنا وضحكنا وصلنا، وكاين الناس اللي حبوا الجيش في فريقكم نتوما فهمتي. يعني اذا غنتي راه انت براسك كبير، واي لاعب ماشي اخي غير غنشرحها لك بلاتي بصيفتي شنو اش كنعني بها. انا دزت لعاب في الجيش صافي سالات المهمه، سالات واحد لقيتها حبسنا صافي مابقيتش كنلعبوا في ليفار. الا غندير شي حاجه للجيش واخا دزت لعب وحدي اللي دزت انا نوسيان جوور ماشي انا، عرفتي شحال من واحد عطا؟ راه بزاف ديال الدراري عطاو. غير كل واحد كاين اللي كيبغي يقرب، كاين اللي ما كيبغيش يجي، كاين اللي كيبعد، كاين اللي شويه، كاين اللي لاصق، كل واحد وطبيعته. غير انا بصفتي شنو في ذاك الوقيته غنهبط عند الدراري بصفتي شنو خصني نكون يا اما خدام مع الكوميتي يا اما عندي منصب باش نهبط عند الدراري. ما يمكنش انا يقدر حتى واحد ما يبغيني نهبط عند اللعابه،
واخا هي راه فيها تحفيز وفيها بزاف ديال الحويجات وداكشي، ولكن انا جو بريفير بانه الناس راه عقلاء اللي خدامين في الجيش، راه المكتب راه ما راه ماشي الناس ديال التفليه، ولا راه الناس راه كتعرف اش كدير. الامور غدا مزيانه، حيت ملي كتجي الامور ملي هي غدا مزيانه خص نضافروا جهود بحال هكا، ونطلبوا من لي زونسيان جوار يجيو ونوقفوا مع الفرقه غير من البعيد، حنا راه واجدين. حيت ملي كتجي كتلقى فليك غادا ولا غيجيو الناس ديال الرجاء وغيشوفوا لي زونسيان جوار ديال لي فرق كلشي حاضر، سي ان بون اكزومبل لامور ديال لي تروا كولور اخير دوار بون اكزومبل، فهمتيني؟ هذا هو اللي بغينا حنا نوصلوا ليه، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى، ما عندناش واحد الهدف. حيت انا نهار نبغي نمشي للجيش ونبغي نخدم في الجيش غنخدم بالعز، ما غنخدمش بالذل، فهمتيني اخي رضوان؟ ما غنقدرش ندير شي حاجه باش ندخل ولا لا لا، كل حاجه عندها اخوان. مو اخوان اخوان اللي يدخل تيشوف تسمع النصائح ديال الاخ حسين واش اللاعب السابق ديالنا والحوت ديالنا، يدخل يبارطاجي مع العشره اللي عنده، فهمتي؟ باش الميساج يوصل، لان انا غنستافدوا من عند با حسين بزاف اليوم. كلشي تيهضر على الفيراج وكلشي تيهضر على ماشي خصها تكون شي على، حنا راه ماشي غتكون شي على نهار، راه ماشي ديال النهار، ماشي ديال الاعياد، راه ديما عندنا شي على نهار كتشعل الفرقه راه كنشعلوا معاها بكل صراحه. وفي واحد الوقت اللي كانت الفرقه ميته راه كاينين الناس اللي بقاو شاعلين معاها، وكاينين الناس اللي عياو حاضرين، وكاين الناس اللي عندهم مستقبل حتى هما حاضرين وما يسال عليهم، ولكن في وقت الشده راه خصنا نتجمعوا كما قال لكم هاد الوقت هذا. يعني واحد 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 السؤال اخويا رضوان كيتعاود بزاف ديال التشكيله اللي غتدخل غدا، فهمتي؟ دابا حسين انت راه كتشوف الكومونتير ياك؟ كنشوفوها صافي، انت جاوب على داكشي اللي كيقولوا الدراري، فهمتي؟ دابا لا، حيت كطلع دغيا وخصك تقيد. دابا انا اللي كتبان ليا كتعاود غادي نجاوبوا الناس وصافي. انا كتبان ليا لا فورماسيون اللي خصها تكون، ما كاين حتى شي واحد عنده الصلاحيه يقدر يقول شكون اللي غيكون. علاش؟ لانه كاين مدرب، هو اللي عارف صغيره وكبيره داخل المصلحه، هو عبد الرزاق ماشي وليد الصدفه في هذا الدومين. عبد الرزاق فهو مدرب اللي عطى نتائج كبيره، وحتى الامور غدا مزيان، ما غيقدر تجي واحد اللي غيقدر يقول شكون اللي غيدخل وشكون ما يدخلش. التشكيله باينه، عبد الرزاق هو اللي عارف شنو كاين مع الستاف ديالو، ان شاء الله غيكون الخير. حين دابا التشكيله انا بالنسبه ليا كتبان لي التشكيله واش مزيانه ولا خايبه اللي غتدخل في الجروب. فدابا لي فار عندهم مجموعه مزيانه، اللي شديتي حطيتي راه غيدخل الغرض، بحال المنتخب ديال المحلي في الشان اللي حيدنا ودخلنا واحد اخر تيقضي الغرض. فهذا هو الجواب على هذا السؤال ديال التشكيله اللي غتلعب غدا. فهي هي الحمد لله القديوي دابا راه اون بلان فورم، ان شاء الله راه غيعطي لو بلوس مع لاتاكون جديد اللي جا. يعني واخا كانوا جوج ديال لي ريكروتمون انا كتبان ليا سي تري انتيليجون. علاش؟ لانه الفيكتيف الا كانوا عندك اللعابه علاش غنجيبوا اللعابه؟ مزيان جابوا جوج اللعابه دو فالور اللي غيقدروا يعطيو لو بلوس للفرقه. وانا كيبان ليا ان شاء الله يعني بارابور انا كنهضر على كل جروب ماشي على 11 اللي غيبداو، كنهضر على المجموعه كامله. سي علاش هي مسميه ان ليكيب ماشي ان جروب ولا لي 11 كي فون رونتري ويبداو الماتش؟ لا، مجموعة متجانسة وإن شاء الله راه غيكون فيها الخير. هضرة مع خويا، ركنتي معايا إعدادية في الجولان، هي قريت في الجولان أخويا. راه واحد قال لك حسين، واحد أخ من الصباح تيسولو تيقول لك واش التشكيلة ممكن يلعبوا على البطولة ولا لا؟ جاوبوا يا أخي. شوف نقول لك أنا 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 نفسر لهم هذه القضية ديال البطولة. دابا الجيش ولات كتخرج راسها في البطولة مزيان، أما شحال هادي راه كنا غارقين، فهمتي؟ ما وليتيش المخير فينا ما كانش كيقدر يجاوب على لي فار. إلا تسولوا شي واحد ما كيقدرش يجاوبوا، باش غيجيب اش غيقول لي؟ ما عنده ما غيقول. دابا أنا كتبان ليا ما نهضروش ما نقلبوش على البطولة،
نقلبوش على البطوله. دابا اوني اون تران دو 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 فورمي وكنوجدوا واحد الفريقه مزيان، بداو الملامح ديالها كي بداو، ما كاينش فرق كبير ديال النقاط بيننا وبين الاولى. الماتش ديال غدا، الماتش ديال غدا غادي ما غنخليوش الرجاء تبعد. الماتش ديال غدا الا مشينا تربحنا ان شاء الله غيتقلص، غتبقى نقص ثلاثه نقاط للرجاء، حنا غنزيدو ثلاثه نقاط اخرى مزيان. ولكن اللي مهم شنو هو؟ هو هي لا كونفيونس. الدراري غياخذوا لا كونفيونس، حيت ملي كتربح الاولى اللي كتكون في الطابلو كتقويك مزيان. حنا ما نقلبوش دابا على البطوله ولا الشامبيونا ولا 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 لا، دابا كل ماتش خصو يتطريطا بداكشي اللي خصو يدار. لي بوان غادي كتزيد لي بوان وغادي كتزيد لي بوان ان شاء الله. راه طاق تلقى راسك انت الاول هربان باربعه ولا خمسه النقاط. ماشي اللي كاين، ماشي اللي كاين، ماشي اللي كاين. هو شوف انا كي تنشوف فهمتي حاليا الفرق، ماشي فهمتي فرق الفرقه ديالنا باش نكونوا واقعيين. حنا كاملين سمعت، حنا كاملين فهمتي، يعني راه تنبغيو الجيش في نفس الوقت. دراري الله يرحم لكم الوالدين، قلت لك اخي حسين حنا كاملين فهمتي. ايوا مشجع بغيتي بغيتي تهضرتي معاه قلتي لي شنو بغيتي، تيقول لك بغيت البطوله، ما تيطلب والو فهمتي. البطوله عندنا في المغرب، يعني ما حنا ما نقدرش انا نقول لك شي حوايج اللي قدام بوجهك فهمتيني وغتحمل عليهم المسؤوليه. فهمتك. ولكن اخي حسين اللي لاحظت في هذا العام اللي عنده في رجليه راه غيديها، ماشي اللي عنده تفرج ليه، اللي عنده لا ماشي كيستيون ديال المجموعه. اللي عنده مروح المجموعه، باش بقاش خي حسين. شوف نحن لكم الوالدين دقيقه بزاف، باش ما بقاش نهضروا خي حسين. حنا ديما على الجيش كاين، ماشي كلشي جمهور الجيش، يعني كاين الناس اللي طايقين ودنيهم يعني تيلعبوا حتى على هذا الشيء ديالنا حنا، يعني تياخذوا هذا المفيد باش يحولوه لسلبي. كاين الراجه، هي الراجه براسها هي ازمات وما عرفت شنو، تيسالوهم الفلوس وكل شيء، وفي الاخر تسمع ديري لهم التحفيز مليون الى ربحوا الماتش. هادو المشاكل والتحفيز. حنا الحمد لله الفرقه كنعرفوا بان اي لاعب سولتي ديال الفرقه كيفاش على الفلوس على رزقه تقول لك واخذهم عندك فهمت الفرقه. ويرضوان انا باش نجيك من الاخر، اللي كيدي الشامبيونه ماشي الفرقه، ولا جروب، الرجاء رغم ان عندها المشاكل وداكشي كاين واحد الجروب مجموع، اللعابه مجموعين. حيت ملي كيكونوا الدراري وقتاش كيبداو المشاكل في الفرق، ملي كيكونوا ضعاف، كيولوا كيتخباو بالمشاكل ديال المكاتب، تيقول لك حنا ما خلصوناش، ما داروش لينا. اما احسن سال الفرقه ولا ما تاخذ ريال. احسن حاجه هو تكون كتسال الفرقه، كتربح وكتزيد تغرقها. هادشي وقتاش كيكون؟ ملي كيكونوا عندك الدراري وسط الجروب بعقلهم، الدراري اللي بعقلهم اكثر من الدراري الصغار. هذا هو في نظري انا. كتبان لي اكادير مزيانه، كتبان لي الرجاء مزيانه، الوداد ابر الفيكتوار ديال مع الفتح غيوليو مزيانين، حسيمه جايه ولكن الفرقه الوحيده اللي دخلها عندي دابا هي طنجه. لي سبريت جروب كنلاحظ واحد الملاحظه بان اغلبيه الفرق في المغرب لي سبريت جروب تيخلقوا شي لعاب داز من الجيش، فهمتي اخي؟ والله لاحظت. فهمت كتبغي تقول لي، فهمت الماركاج جيت تخلقها ولد واحد داز من الجيش مع فريبكا وش نجريو عليه بصيف بانه هي في الاخر تمشي يخلق جوج تيخلق هذاك. وهذه اللي كتقولها الهضره اللي كتقولها حسن متفق عليها 100%. اذا كانت روح المجموعه، اذا كانت ديك الروح ديال المجموعه وكتنفس واخا ما تكونش في الرجل تربح. فهمتي باش ما نقاطعكش اخي حسين، كمل الفكره ديالك. لا كنهضر على لو جروب. الا عندك جروب مزيان ما تخافش، انا نقول لك ما تخافش، راه تقدر يكون المسؤولين موفرين كلشي وكيديروا كلشي وعندك مدرب واعر، ولكن ما عندكش اللعابه قد المسؤوليه،
انت كتجي ملي كيكون عندك، ملي كيكون عندك جروب مجموع ما تخافش. ولكن دابا انا نقدر نقول لك، دابا انا في الجيش، دابا حاليا في الجيش ما حد لقدي وجا غيميتريزي الجروب شويه. علاش غيميتريزي الجروب؟ بعقلو الدراري ما غيبقاوش داك، حيت ملي كتجي تقلب ما كاينش ولد الفرقه، ما كاينش ولد الفرقه في الجيش. مي قدي وي ولد الفرقه، ولد الفرقه الدالي تيتر مع الفرقه. بحال غنقول لك عطيناه داك المشعل، حنا ملي كان معنا القديوي داكشي خدم لنا بزاف د الحوايج. كان باقي جون ولكن بلانتيليجونس ديالو والذكاء ديالو قدر انه بزاف د الحوايج. ولكن هذاك التصاط وداك داك الرغبه وداك هذاك الحشوميه ديالو ملي كان صغير وداكشي نفعاتو دابا في الكارير ديالو. حيت شنو هي اصعب حاجه، اصعب حاجه في لو جروب شنو هي؟ تجيري. كيفاش تجيري؟ اصعب حاجه. دابا بارابور كاينه، كاينه لا جونيس، كاين شويه ديال الدراري بعقلهم، كاين ان كوكتيل وسط اللعابه ديال الجيش. يعني حتى عبد الرزاق بلا جونتيز ديالو ما غيبقاش مشاكل. كيخص شنو؟ حاجه وحده ما غنتحكموش فيها حنا كاملين، هو الزهر. لا شونس. شي شويه ديال لا شونس، لا شونس تكون معانا. هذا هو ديال مولانا، الزهر ديال مولانا، راه ما ديال حتى واحد. غير باش تكونوا عارفين. داك الشيء اللي كاين اخي حسين. واحد كتب لي قال لي اخي حسين الاداره التقنيه. بغيت نسولك حتى واحد. قول قول. تنشكرك على الصفقه ديال مهدي بالرحمه. هذيك الصفقه ديال قال لك تنشكرك على الصفقه ديال مهدي بالرحمه. وباش رجعوا لمهدي بالرحمه واحد خينا واحد الدريري حتى هو كتب على بالرحمه. علاش ماشي زعما بالرحمه؟ واش ماشي ولد الفرقه؟ يوسفي ماشي ولد الفرقه؟ الشيخ ماشي ولد الفرقه؟ انا نشرح لك، نشرح لك شنو هو ولد الفرقه. يلا شيخي، شيخي يدخل طلع من ليكول بالرحمه، ما طلعش من ليكول. الو تسمعني؟ معك تسمعني ياك؟ بالرحمه انا ملي كنقول لك ولد ليكول، ولد الفرقه عنده واحد الكاريزما، كاريزم. دابا انا نعطيك بالرحمه ماشي ولد الفرقه، لو خا جبتو انا ماشي ولد الفرقه. فهمتيني يا رضوان؟ فهمتك ولكن غادي في ديك التراك انه ماشي ولد الفرقه. امتياز. انا نقول لك فرق كبير بين واحد ولد الرباط واخا ماشي ولد الفرقه كيلعب في الجيش، وواحد خارج من الرباط كبر في الفرقه كتقدر تقول ماشي تقدر تعطيه، ما تقدر تعطيه، ما تعطيهش هاد لاكارت فيزيت. علاش؟ لانه ديما غيكون كينتمي لواحد البلاصه. دابا بالرحمه ولد سلا، ولد سلا تلقاه مني تزاد هو كيحماق على الجيش. وغنرجعوا لبالرحمه، ملي غنرجعوا لبالرحمه انا كلشي انتقدني ملي جبت بالرحمه في الاول. كاينه صح، ستو المحبين ديال الجيش كلشي انتقدني. وسط الانتقاد، وسط الانتقاد كنقول لهم، قلت لهم هذا اللعاب، هذا الولد هذا الا ما نجحش في الجيش نقطع يدي ورجلي، نقطعها يدي ورجلي الا ما نجحش. ولكن الحمد لله ربي. عاود قول، عاود قول للناس راه ما تبعوهاش مزيان. عاود قول شناهي عاد الكلمه ديال بالرحمه، ديال الصفقه ديال بالرحمه اللي انتقدوا. لا بالرحمه حبس اخي. انتقدوني الناس ديال الجيش، فهمتيني؟ انتقدوني بزاف، انتقدوني بزاف على انه جبت لهم لعاب يعني سي با لو بروفيل ديال الجيش. انا بالرحمه ما الجيش ماشي قلبات، ماشي هي اللي قلبات على الجيش. انا جيت في داك لا بيريود اللي كان فيها الميلاني، وكنت انايا قبل ما يجي الميلاني كنت انا هو المدرب في الجيش. هزيت بالرحمه سينيت لي صحه في لي فار، ما كيعرفو حتى واحد
بالرحمه ما كيعرفو حتى واحد. والهضره اللي كنقول لك دابا الهضره اللي كنقول لك اخي رضوان ما عرفها حتى واحد. سينيت ليه بزز في الجيش صحه سينيت ليه قلت لهم هاد اللعاب غينجح ان شاء الله. هما ما نعم زعما بزز وما ما كيعرفوش. يعني لا ما كيعرفوش ما كيعرفوش ما بغاوش يسيني ولا ما كيعرفوش حيت ماشي سميه. شكون كيعرف بالرحمه؟ بالرحمه ما كيعرفو حتى واحد. وراه حتى اش كنقول لك انا كنمشي نتفرج في الدوزيام ديفيزيون. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. واش فهمتيني دابا خير رضوان؟ مرضي عليك هاد العام. نعم وشنو تيبان لك على الى لاحظنا فهمتيني؟ شوف باش نكونوا واقعيين وصريحين فهمتي بالرحمه راه خونا ولد الفيراج فهمتي ماشي براني علينا. كاين اللي تيبان ليه اسمعني كاين اللي تيبان ليه بالرحمه بانه فهمتي واحد الشخص اللي متكبر ولكن واحد الشخص اللي بصراحه متخلق الله يعمر هذا دار التربيه. شوف رضوان رضوان ولدي رضوان يكثر من اسمع لي نقول لك بالرحمه ما كتعرفوش حيت بالرحمه في الدماغ ديالو في الدماغ رحمة. ديالو صعيب. انا نقول لك صعيب بزاف صعيب في دماغه. انا نقول لك كيفهم الحوايج بطريقته بطريقته ولكن بالرحمه ديال 2012 ماشي هو ديال 18 بزاف كاع ديال 18. علاش؟ لانه لا فريكونطاسيون يعني كي ولا كيتعذب دابا ملي دخلوا وعرف لو نيفو تحيد داك الخلعه اللي كانت في الاول تاق ولا كابيتان دار السميه المنتخب طاطاط بزاف ديال الحويجات اللي داروا بالرحمه من مورا ظهرو ما عرفهمش ما عرفهمش بحال هاد نعم هادي بلاتي واحد خاي بغيت يباري الموطور كان غيتوضا كاملين بصح راه اخويا الويل حديث سير اون لايف لا راه باش تعرف واحد الحاجه الشينا اخي حسن الاحياء الشعبيه تقدر تطيب هذوك الجيران ما يطيبوا شي حاجه نعرفهم شنو مطيبين فهمتي كاريين فهمتي غادي دور الضو باش تحييك دور الضو بالضبط تدور عايز دور وردوان تسلم عليك رضوان. انا فين كبرت رضوان انا؟ قول اخويا قول انا صحابك انا كبرت في مابيلا وانا راه كنت انا راه ولد دوار جاف الله انا راه ولد يعقوب منصور فين كيبان انا؟ كمل المفيد اخويا حسن كمل في المفيد الشهره كملنا في المفيد على بالرحمه ماشي مشكل. سمعت شوف بالرحمه راه ماشي ربح الدراري ماشي ربح للجيش ماشي رباح للجيش رباح للكره المغربيه. انا نقولها لكم كاين اخي راه بالرحمه دابا انا كيبان لي يقدر يلعب في ليكيب والله العظيم بالله. علاش؟ انا كنت كنتمنى يلعب بالرحمه والراقي يلعبوا ريالي جوج ها ولعبوا ريالي لعبوا ريالي سمعتكش كروس ديال المغرب. لا كنت نتمنى بالرحمه هو والراقي يلعبوا بجوج دابا 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 قراب يلعبوا بجوج في الجيش في ذاك البلاصه نلعبوا بلا لا ديفونس ولا لا تماركات علينا. كاين اخي كاين مجهود ديالو. انا نقول لك بالرحمه وي نقدر نكون انا كنت واحد السبب باش حطيته يبين على شنو عنده ولكن راه خدم ضرب تماره تصنط صح الاغلاط ديالو وربي جزاه. الجزاء ديالو هو انه راه كتشوف دابا البلاصه اللي فيها. غير انا حاجه وحده اللي كنت كنتمنى وكنت تنضرب مع بالرحمه يديرها في الاول مني مشى للجيش كنت كنتمنى انه يدخل يقرا لانه صح
لونتوراج اللي كان كيعيش فيه ما سمحتش ليه الظروف باش يمشي يكمل القرايه ديالو. الله يحسن العون والله يرحم الفقر. كنت كنتمنى ذاك الوليد يقرا. علاش القرايه؟ القرايه غتعاونو في الحياه ديالو، تعاون غتكون ان بون جوار واعر، ولكن ما عندك والو في الدماغ، ما توصلش ما توصلش. يا لو ميساج ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون خير، لانه حتى حتى الدنيا مدرسه، حتى الوقت مدرسه كيتعلم منها الانسان، هي مدرسه. شوف اخي حسين، باش ما نبقاش باش ما نبقاش نهضروا على على التعب ديال الجيش وعلى قلت لك باش ما نبقاش فراسك بعدا اخي حسين ابدا في اطار المستملحات قبل ما يتحل الباب. اول باب الكتروني في دوار الدوم هو هذا اللي يجي يتحل بالبطوله ويجي يتسد بالبطوله. مزيان مزيان المهم صافي. شوف اخي حسين، باش ما بقاش نهضروا على التاريخ ديال الجيش الدين في اللعابه، اول حاجه باش نختموا بها هي هذه النقطه هذه. بالرحمه راه خونا وحبيبنا اي واحد في اللعابه تيلعب تيز ديكاتما ديال المايو ديال الجيش راه تنبغيوه تنحبوه وتنساندوه يعني وتندعموه باش انه يعطي للفرقه ويعطي حتى لراسو، لان داك الشيء غينفعو مستقبلا ان شاء الله. ولكن علاش جبني وجبناك اليوم اخويا حسين هو الموضوع ديال غدا. حنا هكا الدراري كما كتشوفهم الدراري كاملين هادو اللي كتشوف هنا هادو كاملين راه عاطينك الودنين ديالهم فهمتي والعقل، يعني هذاك الشيء اللي غتقول ان شاء الله اللي غيستافدوا منك دابا غيطبقوه غدا. كنا درنا به واحد اللايف وهضرنا على قضيه ديال الجمهور غدا ان شاء الله، وقلنا قلنا خويا حسين باننا فهمتي حنا دايرين واحد القانون التنظيمي ديال الكورفاتشي، يعني مثلا الجمهور تنطالبوا انه يجي لابس كامل الكحل باش يكونوا لم توحدوا في اللون. يشير بالكحل يا ويلكم يا الخضر. لون واحد لون واحد، يعني قضيه ديال اننا نجيو للتيران نحترموا المشجعين ديالنا نحترموهم بزاف، ما يكونش ديك البساله. علاش؟ لان في ماتشات بحال هادو تيجي يقولوا دوك العمات، يعني هذا جيب حومتو وهذا جيب عصابه ديالو وهذا جيب كليكه ديالو، تتولي البساله. شحال هذه الجمهور ديال الفار ما كانتش فيه بساله بحال هكا، كانوا تيشوفوا العائلات كيحترموهم، كان خصها الهضره. الا كان شي واحد بغى يخصها الهضره كتب عائلات تيحبسوه، حد الشيء بغينا نردو، يعني كنردو ذاك الجمال كيما كتقول ذاك مزيان الجميل. شوف مزيان، سمعتك البارح شويه في اللايف الماتش ديال غدا كنعتبرو سمعتك البارح في اللايف وكنتي كتهضر على الجمهور سمعتك البارح في اللايف وكنتي كتهضر على الجمهور باش يجيو عمرو السبعة والثمانية والتسعود. وعطينا خويا حسين ما كان فيه على داك الشيء. اسمع لي نقول لك، انا اسمع لي نقول لك، دابا انت ملي غتقدر تهضر على تاريخ الجيش، التاريخ ديال الجيش كانت 13 و14 و15 وقيلا و16 هي اللي كانت كتكون عامره ياك. كاينه فري ياك اخي رضوان، انا ما كرهتش التيران حيت غادي لابد غادي. انا نقول لك انا ما كرهتش التيران كله لقى عامر ان شاء الله. علاش؟ ان شاء الله ان شاء الله. القيمه في الفرقه، القيمه ديال لي فار، اسمع لي مزيان، القيمه ديال الجيش راه ماشي هي 6 8 9 في التاريخ ديال الجيش. التيران كله اللي غدا كله كان التيران كله بيق عامر عامر. انا بغيت التيران يرجع عامر. وكاين شوف كاين رضوان في ثلاثه النوامر، كل ثلاثه ديال النوامر فيها رضوان. داكشي وتهزوا لو نيفو ديالكم، لو نيفو ديالكم تقولوا كتهضروا باكي والكير فور اكزومبل بيناتكم ميساجات شنو غيدير؟ بس كاين رضوان تسمعك راه عاوتاني واش شوف الدراري واش يكون واحد التنسيق بيناتكم. انا 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 كنسمع كلشي. والمهم اخي حسين سمعني مزيان، قلت لك كيف سمعتي سمعتي داك اللايف ديال البارح؟ يعني ضروري سمعتو سمعني اخي حسين. انا الدراري ما يحلكم والله ما يخليهم والله نهضروا والله. قلت
حكاك اخي حسين، انا هضرت البارح فهمتي، قلت اللي عندي، نقدر نقول نكون ما عرفتش نهضر، ولكن راه الناس اللي تيعرفوني راه فهموني. هضرت على قضيه ديال الجمهور حتى، يعني ما هضرتش على 6 و7 و8 بحكم انهم زعما هما الاطراف، هما دوك كما تنقولوا هما دوك الارث ديال فريق الجيش، هو ديال الارث ديال جمهور فريق الجيش. حنا كان هضرنا البارح على قضيه ديال كورفاتي، يعني ديك العقليه ديال الترا، تنقولوا مونطاليتي الترا فهمتي، كتلقى مشجعين مونطاليتي الترا بواحد اللغه اخرى، مود الدينامو ديال التيران فهمتي اخويا حسين. فهمتك 7 و8 حنا كنعتبروا حنا مود الدينامو، هذاك هو القلب النابض ديال التيران، هي الموتور ديال التيران. إذا كانت 7 و8 بالإضافة 9 10 11 12 بالأخص تلح، وتنأكد على 13 إذا كانوا شاعلين حتى هما معانا، باش ماشي ضروري كلشي تيغني، وماشي ضروري كلشي تيغوت، يعني ضروري كتلقى داك الديكالاج، ولكن راه كاين واحد لا رضوان ما كاينش ديكالاج. انا نقول لك دابا انت في السات والويت والناف ديالك انت اللي كتانيمي فيها، نقولوا 13 و15 غيكون واحد اخر بحالك، انت غير كتبدا هنا كتطلق ليه، حيت ملي كنكون انا جالس مثلا بعيد منكم ولا اونفاس، فهمتيني اش بغيت نوصل لك؟ فهمتك. راه الدراري تبارك الله راه كلشي حافظ، كلشي واجد، كلشي ناضي. لا ولكن داكشي ديال بنادم مكلاخ ولا تقصد لك، كاينين واحد لي تكنيك اللي تيكونوا في التيران، اللي نقول لهم لي كنشرحهم لك فهمتيني، غنفهم كيف شنو هما. دابا اي واحد هنا تتبان لي الكابوره ساهله اخي حسين، اطلع قول ايوه غادي تطلع لك مزيانه، لا حكا تيحتارموك لا ما تيحتارموكش، ماشي قضيه كيحتارموك ولا ما تيحتارموكش اخي حسين، ولكن انت يعني فاش كتوقف في ديك الحديده شنو كتعتبر راسك؟ واش كما تنقولوا بطاغا يعني تعاود الهضره، ولا واحد تنقول واحد الفكره يعني اللي غادي تعطيها لواحد الناس غادي ينشروها 6 و7 و8 حنا اعتبرناهم دوك كتقولوا داك الفيراج. علاش تنقول لك زعما الدينامو؟ علاش؟ لانه فيه الجروب، فيهم الجروبات بجوج، وفيهم دوك الناس اللي دوك المحبين ديال الجيل 2005 2006 2000 تيتجمعوا تما، يعني كاملين حافظين دوك الدياسك القدام والجداد، الا طلعت من تما كتطلع في التيران كامل. ولكن اخي حسين هذا الانتباه اللي خصو يعرفوه حتى الناس حتى الدراري، راه بعض المرات تكون 6 و7 و8 كتغني كتبوجي ما كتشوفش الماتش، كيكون عقلها سارح مع البوج، ولكن كتكون 10 و11 و12 و13 تيشوفوا التيران، يعني حتى هما يثيروا انتباه لذاك الفيراج بالغوات، مثلا الكره الخصم غادي بالكره يصفروا يغوتوا باش حتى حنا الدراري مثلا الكابو ما تكونش تيشوف تيدور تيشوف الجمهور اللي تكون ساهي تيرد باله مع الماتش. وشفتي اخي حسين مثلا الكورنير، انت غادي واحد الكورنير واحد غادي تيغني، يعني ما كاين شي حوايج اللي خص الانسان ينتبه ليهم. علاش؟ اللي تعتبرهم هما راه تعتبرهم مثلا عشوائيين ولا زايدين، ولكن راه عندهم واحد القيمه. كاين ولا ما كاينش اخي حسين؟ متفق معك. شوف كل حاجه عندها القانون ديالها، وعندها لا تكنيك ديالها، وعندها الناس اللي كتعرف ليها. حنا ما غنفهموش احسن منكم نتوما في هذا الشيء، غير حنايا شنو اللي كيبان لينا زوين، شنو اللي كيبان لينا خايب بارابور الجمهور. كيفاش نتوما كتنظموا بعضياتكم، كيفاش كتطلعوا لي تيفو، داكشي ما كنعرفوش ليه حنا، كيفاش كيتصوبوا ولا كيفاش وكيفاش العبار، ما نعرفوش لداكشي. حنا كنعرفوا نلعبوا في التيران اللي نتوما ما تعرفوش ديروها، وانتوما كتعرفوا تلعبوا في ليك غدا اللي حنا ما نعرفوش نديروها. كل واحد تيدير خدمته مزيان. نتوما ما كتسوا والو بلا اللعابه، واللعابه ما كيسوا والو بلا بيكم. سي كيكمل شي سبع الهضره السيد راجع فيق من الناس، باش عطينا وقتو خليناه واحد شويه وغادي يمشي. سمعوني حنا ولا لا؟ سمعنا اخي حسين، انا راه باقي بلا ناس. رضوان اخويا هاني لا ماشي مشكل
واحد السيد كتب هنايا قال لك الجمهور هضرنا عليه البارح، نهضروا على الفرقه دابا فهمتي، قال لك نهضروا شويه على الفرقه وداك الشيء. ها هو ما عرفتش شكون غير، هي دي هكا 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 مكتوبه. المهم دابا اللي كتهمنا حنا هو النهضه هذه ديال الفرقه، مهمه بزاف ومهمه حتى لكم نتوما، حيت كون كانت لي فار ضعيفه المخير فينا غيمشي ينعس دابا، ناري غداش غيطرى المخير فينا غيبدا يحلم. سي لا لوجيك، سي لا لوجيك. دابا شنو الفرقه؟ الحمد لله عطات واحد الباسيس ديال الامان، لانه كاينه فرقه. نتمنوا من الله ان شاء الله كلشي يبدل الجدد ديالو، كلشي يدير اللي في جهده، اللي داخل التيران اللي خارج التيران، واللي كل واحد غيدير خدمته وباذن الله ما يكون الا الخير باذن الله. كاينه شحال كاينه دابا؟ كاينه 6 ديال النقاط اللي كاينه بيننا وبين الاولى، 6 النقاط. انا ماشي صعيبه 6 النقاط، 25 دير 28 دير 28 نقطة، شحال تبقى بينك وبين الرجاء 31؟ داكشي اللي كاين خير. 3 النقاط، وثلاثة النقاط سهلة. أشنو خص الناس تعرف تجيري؟ غير حنا الجمهور نتعلموا نصبروا. راه ديرنير ماتش ديال الرجاء راه ما ربحوا حتى اللي ديرنير مينوت، عاد ربحوا، كانوا رابحين صدقوا معادلين صدقوا رابحين. حيت شنو بنادم ما كيقول خسرت الماتش حتى كيصفر الاربيط، ما حد الاربيط باقي والماتش خدام، راه كل شيء يقدر يتبدل. كرة هادي حنا الجمهور، انا ماذا بيا، لانه كما قلتي واحد كلمة عجبتني. التركيبه الرباعيه الشيخ مراكش ديال مراكش. هذه انت كتهضر على هذه النقطه السي حسين، هاي العدد في هذا الوقت هذه اللعابه راه ما عندناش، وكانت الرجاء الشاعله ومحناهم عذبناهم كمل خويا حسين فهمتيني. هذه النقطه اللي دابا حنا شنو خصنا ننتقوا في ذاك الجروب، ننتقوا في ذاك المجموعه، وربي ما غيكون الا الخير. فالتليفون الدراري بالرجوله خصنا السكات نسمع.